أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحبتنا في الله، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب أن الحكمة هي ضالة المؤمن، نسأل الله أن نكون جميعا من المؤمنين، جاءتني هذه الكلمات التي كتبتها إحداهن جزاها الله خيرا ولا أعلم من هي، وقعت باسم إحدى الأخوات. سأقرأ كلماتها لدقائق ثم أبني على ذلك رسالة بإذن الله تكون فيها أو يكون فيها الخير والفائدة من هذا الدين العظيم. تقول إحداهن: جلست معها طوال الوقت تتحدث عن الملابس والذهب والأثاث والسفرات والمشتريات، حتى شعرت معها أني لا أملك شيئا من هذه الدنيا، أما هي فعندها كل شيء. تكمل تقول: وفي يوم التقيت بها، نفس المرأة، مرة أخرى فحكت لي عن قوائم مشترياتها لمواد التنظيف وتغييرها للستائر إلى آخره. وبعد تفكير اكتشفت اكتشافا خطيرا، تقول هي: اكتشفت أني برفقتها أشعر بالنقص، وبدونها أشعر بامتلاء من هذه الدنيا، فقررت، هي تقول، أن أبتعد عنها. الموضوع بسيط جدا. كلما جلست معها تقول من كثرة ما تتحدث عن فعلت وأنجزت، أنا لم أنجز شيئا من هذا، إذن أنا في نقص. هي تقول شعرت بنقص، بينما كلما ابتعدت عني ولم أسمعها أشعر بامتلاء، أنا ما عندي شيء ناقص. تكمل قل: كنت في تلك الجمعة أقرأ سورة الكهف فقرأت قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبدو أنها حكيمة متعلمة فذهبت لتراجع معنى فرطا. تقول المرأة: أسرعت نحو التفسير لأعلم ما معنى فرطا، فإذا هو، أنا أضيف من عندي الآن، أقول هذا من ضمن المعاني، هي تقول: فإذا هو من ضيع أمر دينه وتهاون فيه وانشغل بدنياه. نحن هنا لسنا لنحرم والعياذ بالله التعامل مع شؤون الدنيا أبدا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني أولوية منظومة المسلم، كل ما تحت يدك الأصل أن يوضع في سلم الأكشن ليكون سببا للآخرة. في المقابل الإشارة قال: ولا تنسى، لاحظ، وابتغ فيما آتاك الدار، ولا تنسى، يعني 70-30 80-20
90-10 مش العكس. أرجع أكمل كلامها، فتقول أسرعت نحو التفسير ما معنى فروطة، فإذا هو من ضيع أمر دينه وتهاون فيه وانشغل بدنياه حتى أصبح كالعقد الذي انقطع وتفرط. العقد فيه قطع اللآلئ أو الجواهر متماسكة، مجرد ما ينقطع من جهة من الجهات ينفرط فتذهب كل قطعة في حال سبيلها. حينما اجتمعت القطع بالطريقة الصحيحة في المكان الصحيح بالتنظيم الصحيح أصبحت عقدا يجعل من المرأة ملكة جمال، فإذا انقطع انفرط أصبحت كل قطعة في مكان لا قيمة لها. فهذا من معاني فروطة. تكمل تقول فأيقنت كلامها، فأيقنت بصحة قراري وهو افتح قوسين الابتعاد عنها، وهذا موضوع خطبتي. تكمل قل من الآن، تقول الأخت فكري في أصحابك أو صاحباتك، ثقي أنك ستأخذي منهم شيئا ما، صاحبي الحافظات ستحفظين مثلهم القرآن، صاحبي أهل العلم ستصبحين مثلهم، صاحبي المبدعين ستبدعين كحالهم، صاحبي أهل الخير والنفع ستصبحين مثلهم، إن جالست فجالس الصالحة وإن شاورت فشاور العاقلة. وقبل الختام قالت وإياك من سفهت نفسها ولم تقم لآخرتها وزنا أن ترخي لها سمعا. حكيمة المرأة هذه. وختمت في النهاية قالت صاحبي من لا يكون أمرها فرطا وإلا أصبحت مثلها. انتهى كلامها. هذا الكلام الذي قرأته الآن ذكرني بالمعاني التالية التي أريد أن أبنيها على هذه الرسالة اللطيفة البسيطة، جزاها الله خيرا. لا أحد يعلم ما اسمها، لكن إن شاء الله يكون لها الأجر في التذكر، لأنه نحن جزء من قواعد ديننا العظيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن لا نأتي أشياء جديدة، أنا ربما لن آتي بكلمة واحدة جديدة في كل ما ستسمعون. إحدى مهمات خطيب الجمعة، إحدى مهمات من يأم، إحدى مهمات هي التذكير. أنا أتي بقرآن جديد كلما تلونه؟ حاشا والعياذ بالله، هو القرآن نفسه. لكن ما الذي ينام؟ قد تكون في حالة صعبة، متضايق، توفي لك صديق قريب، مجرد ما أن تسمع الآية على سبيل المثال والتي ربما سمعتها ألف مرة، لكن جاءتك في وقت، ذكرتك في وقت أنت فيه في شدة وعنت، على سبيل المثال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ماذا تفعل بك هذه الآية إن فقدت عزيزا وتعلم أنه من أخي الخير والصلاح؟ أي بلسم من بعد هذا البلسم؟ أي تذكير يكون معنى قد غاب عنك؟ مثلا تشعر أنك بأن الدنيا تخلت عنك، بأن أصحابك تركوك، أفلست، خسرت، طردت، تهمت، whatever. فيأتيك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. هذه عظمة القرآن، الخطاب كان للنبي، وحينما تقرأه كأن القرآن ما ودعك، لم يتخلى عنك ربك وما قلى، ما تركك، الله لا يتركك. ولا الآخرة، تذكير بس دير بالك، ولا الآخرة خير لك ولا سوف يعطيك، ثم تذكير ألم يجدك. فتخيل أنا أكون شاعر مثلا على سبيل المثال، لنعلم روعة ديننا، لماذا نقف هذه الوقفة ولنذكر. أنا لن أتي بجديد، فقط تذكير. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، كم منا وأنا من هؤلاء، كم كنا ضالين ثم هدانا الله. فإذا شعرت بأني أنا الدنيا تخلت عني، تعالي حبيبي أنت كنت ضالا فهداك الله، وإن أنت على خير عظيم يكفيك أنك تسجد لله. طيب وجدك عائلا فأغنى، كم منا لم يكن يملك سيارة والآن عنده 3 سيارات على باب البيت كلها موديل السنة، كم أنا الآن الذي تسمعونني الآن، كم منا لم يكن يملك بيتا الآن يملك بيتا على الأقل بنصف مليون وثلاث أربع مليون، في أي لحظة باعه يوجد كاش تحت يده الآن نصف مليون، كم منا؟ كثير. قبل 20 عاما كان أعلى أمنياته أن يستأجر بيتا جيدا، كم منا الذين يسمعونني الآن؟ فسبحان الله، أنا موطن الشاهد عندي هو وأنت تسمع القرآن الذي سمعته مئات المرات يأتيك في لحظة إحباط فينتشلك من مستنقع الدنيا ليذكرك بإعادة ترتيب الأمور. تحت هذه الظلال نعمل. أقول بعد أن قرأت هذا من المعاني التي يعني ألهمني الله بها، أولا نذكر أنفسنا بمكانة الصحبة عندنا في ديننا. وحين أقول عندنا في ديننا، نحن معاشر المؤمنين، نحن معاشر المسلمين الذين سلموا جباههم رقابهم لمن خلقهم
مرجعنا الأساسي هو قال الله قال الرسول، بعد ذلك لا مانع من مرجعيات على ألا تتعارض معه. فإذا قال الله ورسوله أمرا عندنا الأولوية، وهذا مما نفتخر به ويجب أن تفتخر به، مرجعيتك قال الله قال الرسول وما نتج عنهما، ثم أي شيء آخر ما لم يتعارض، عرف، عادة، قناعة، رغبة، whatever name it، على ألا تتعارض. دون هذه المنظومة أنا لست مسلما. تحت هذه المظلة ماذا يقول لنا ديننا عن هذا المعنى الذي لم ديننا الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة؟ ثلاث رسائل سريعة تعرفونها لكنها تثبيت وتذكير. الأول، الحديث الذي تعلمناه جميعا ونحن أطفال في المدارس، والذي رواه البخاري ومسلم ويسمى حديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك أي بائع العطور، نافخ الكير الحداد الذي يصهر الحديد. أثناء صهر الحديد ينفخ، طبعا كثير من الناس ربما لا يعرفها إلا من التلفزيون لأننا لم نعش هذه الفترة، الحداد عادة وتقليديا يوجد عنده شيء مثل المنفاخ الذي يضغط عليه بيده أو رجله ليدخل الأكسجين بقوة تحت النار ليصهر الحديد. فعادة يتطاير شرر، وهذا الشرر رائع، يحرق الثياب، ورائحة حرق النار لصهر الحديد سيئة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم معلم للبشرية، علمه ربه وأدبه ربه فأحسن تعليمه وتأديبه سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم، يقول بهذا المثل، مثل الجليس الصالح، موضوعنا الصحبة، وصاحبة المقالة ماذا قالت؟ أجلس معها أسمع منها أشعر أني لا شيء طول الوقت، اشتريت، عملت، زوجي جاب لي، سافرنا، طلعنا، سوينا، سويت تسريحة، جارة كذا، أكلت كذا، طب أنا ما عملت تسريحة، أنا ما سويتش ميك اب، أنا ما رحتش على فانكوفر، أنا زوجي بتطلع زوجها زي القرد السعدام سير وجهها، زوجي ما وداني على فانكوفر زيها، زوجي ما جدد لي الكنبايات كل ستة أشهر. إذن زوجي إنسان سيء، النقاقات كمثال. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك بائع العطور ونافخ الكير. ماذا يقول الحبيب؟ قال حامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، يعني ممكن يمر عندك خذ لك، تبقى من ربع نصف ساعة وأنت مستمتع بالرائحة، جاءتك هيك رزقة من الله، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تشتري زجاجة العطور، وإما أن تجد له ريحا طيبة مر من عندك. يا سلام، أنا شخصيا إحدى العادات التي أحب ممارستها دائما، إذا مر شخص حتى لو لا أعرفه وكانت رائحته طيبة، جمال رائحة الطيب، أخي الكريم الله يكرمك، أشكرك جدا على الرائحة الطيبة اللي أنت وضعها لأنك أسعدتني، والله رائحة طيبة، أنا أفعل هكذا، جزاك الله خير، عفوا على إيش؟ رائحتك الطيبة جميلة جدا، عفوا أخي أجيب لك، يا أخي أنا بقول لك جزاك الله خير، ريحتك طيبة، نقطة. من منا لم يجرب هذه التجربة؟ وفي المقابل لو مر الآخر الذي رائحته ربما لم يستحم منذ أيام وكذا، كم ستنزعج وتتضايق. سبحان الله، حامل المسك إما أن يعطيك يحذيك أو تبتاع منه أو تجد له ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. مثلها جليس الصالح جليس السوء، يعني إذا ما حرقك رح تضلك تشم الرائحة. شوف التشبيه المجازي الرائع الذي طفل ربما بالخامسة، شوف أقل من الخامسة تشرحه له يفهم المثال. هذا جزء من ديني يحدث عن أهمية من تجالس. ديني أيضا قال لي وربي قال لي ويوم يعض، ووضعنا لهذا ربما أربع أو خمس خطب في السنتين الماضيتين، بتذكير سريع، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضل فلانا خليلا، موضوعنا الصحبة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.
جاءني الذكر وعرفت فاقتنعت فالتزمت فأضلني. ايه مجنون انت؟ مجنون اهبل تخلف تضيع وقتك وكذا الى اخره. يا زلمة شوف الدنيا، اضحك للدنيا بتضحك لك، العالم مبسوطة وانت متخلف رايح لي وبتربي لحية وبتصلي، خليهم ينفعوك جماعة المسجد، اطلع شوف زبط حالك، امسح جوخ، فت، ارشي، رتب امورك، عيش حياتك. بعدين الله غفور يا شيخ، الله غفور رحيم، يعني انت ارحم من ربنا، ربنا بيرحم. انت ايش اضلني بعد اذ جاءني؟ كم من الاصدقاء من يفعل هذا؟ قال اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. عقبة بن ابي معيط وابي بن خلف صديقان من اهل مكة مشركين. ابي بن خلف او عقبة بن ابي معيط دعا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن مجموعة بالمنطق العشائري العربي إلى الغذاء بلغتنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لن أذوق طعامك حتى تسلم تشهد، فانحرج منه وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من باب الحرج العشائري العربي كعادات، من باب الحرج الشخصي. فجاء صديقه المقرب أبي بن خلف وكان خارج مكة، فانتشر الخبر أن عقبة قد صبأ بمعنى خرج عن دين أجداده، بلغتنا كفر عن أهل الشرك. فجاءه مسرعا قال أصحيح ما سمعت؟ ماذا سمعت؟ سمعت أنك صبأت عن دين آبائك؟ قال يا رجل لم أفعل، لكني انحرجت منه لكذا وكذا. طبعا في رواية قالت أنه أسلم حقيقة، في رواية قالت أنه يعني يوجد، بغض النظر قال لا، لحد الآن صديق يتأكد من أن صديقه لم يترك دينه طبيعي، فأكد له في خلوتهم لم يحصل شيء. قال لا والله وجهي من وجهك حرام، طعامي عليك حرام، بيتك علي حرام، وبيتي عليك حرام، حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه وتكفر بدينه. حبيبي ما مر لك إياها؟ شو تقول تضحك علي تطلع مسلم بالسر؟ هلا هلا، تخيل صديق. طبعا في روايات قالت أنه ذهب وبصق إلى جهة النبي ولم يمكنه الله سبحانه وتعالى، فرجعت إلى وجهه وبقيت علامة في وجهه في إحدى الروايات. المهم ذهب وفعل، طب بمعنى إن كان قد أسلم سرا ثم خاف من صديقه فقد كفر حقيقة، وإن لم يكن قد أسلم فقد أكد أنه رفض الهداية التي جاءته. فنزل قوله تعالى ويوم يعض الظال، نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف. طبعا موطن الشاهد عندي الصديق والصديق، تخيلوا على كفر وملة شرك ووثنية لم يتركه، يعني مبدأ الصداقة عنده في وثنيته وشركه وعهره وكفره لم يتخلى عن صديقه حتى ضمن أن أرجعه إلى ما هو عليه. من الأولى أن يفعل هذا؟ حتى نزلت فيه آيات تتلى، ويوم الآن تحت هذه المظلة نرجع نقرأ الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم، هو موضوعنا، لم أتخذ فلانا خليلا، صديق المقرب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنسان خذولا. والرسالة الثالثة من ديني العظيم كلكم تعرفونه، موطن الشاهد جزئية عندي، الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب فذهب إلى عابد جاهل، شيخ ألي توبة؟ قال يا مجرم أنت لك توبة أنت، فغضب فقتله فأتم به 100، معروف القصة. ثم أراد أن يتوب فدل على عالم، وهنا قوس كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا أحد من عباد الله يخشى الله مثل العلماء بسبب العلم. فذهب إلى عالم الذي يدرك ألي توبة وقد قتل 100، قال طعب لا معك توبة، ولكن هنا موطن الشاهد، أنت تعيش في أرض سوء، شلة، الجروب، الصداقة، الصحبة، الزمالة، قال له أنت لك توبة. هذا عالم فاهم، فاهم أن الموضوع ليس في دمعة تنزل على سجادة وعندك 20 صديقا، 5 منهم مدمنين على المخدرات، 4 يزنون، 3 مدمنون مواقع إباحية، ودائما تجتمع بأحدهم في أي لحظة، فإيش الفيدباك اللي داخل على المخنا في أي لحظة؟ ما هو؟ حتى لو دمعت عيناي وبكيت عند المحراب وخرجت، يا إما فيديو أو نكتة.